بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدين الناس الطيبة، أهلا ومرحبا بكم، أهلنا وإخواتنا وناسنا الطيبين في كل مكان، وحبايبنا والناس اللي احنا بنحبهم معانا النهاردة إن شاء الله. يعني يقول حق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صدق الله العظيم. سأل سيدنا موسى ربه، قال: يا رب، إذا كانت السماء هي القوس والأرض هي الهدف والسهم سهم القدر والرامي هو الله، فمن أين تكن النجاة؟ قال له: يا موسى، كن بجوار الرامي لا يصيبك سهم القدر. يعني دايما مع ربنا في كل أزمتنا وفي كل مشاكلنا وفي كل حياتنا، لابد أن احنا نلجأ لله سبحانه وتعالى. فمنرحب بيكم ضيوفي العزاز علي، وأهلا ومرحبا بكم في الناس الطيبة. نستضيف النهاردة أخويا وحبيبي الحاج عيسى الفلاح، الفلاح المصري الأصيل. أهلا يا عم عيسى. الله يحفظك، منور الدنيا كلها. ده منور بأهلها، ربنا يخليك. رب خليك. نستضيف الحاج محمود سلامة الفت، أخويا وحبيبي، رئيس جمعية رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الفلاحين. أهلا وسهلا. أهلا بك أحمد بيه، منور الدنيا كلها، ربنا يخليك يا رب. يا عم عيسى، بين الـ المشاكل بتاعتنا كفلاحين والهموم بتاعت الفلاح المصري اللي هو صاحب العراقة واللي هو بيشتغل على نفسه واللي هو ما سابش يعني أرضه وزرع أرضه واشتغل عليها كويس، أنت أهلنا في الصعيد عاملين إيه؟ طمنا عليهم ومشاكلنا اللي إحنا نقدر نحلها إن شاء الله بأمر الله وبإذنه تكون إيه؟ قبل ما نطلع كده همهم بحضرتك، نقول اللهم ارحم شهداء الوطن آمين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقرار الدولة المصرية، وتحية خاصة للمؤسسة العسكرية الذي وجد الأمن والأمان في البلد، وتحية خاصة لرجال الأمن الذي حاربت الإرهاب ووقفت وأخلقت الأمن في الشارع المصري. الحمد لله. وتحية خاصة للشعب المصري الأصيل اللي بيقف جنب بلده في الأزمات. تمام. النهارده الفلاح المصري هو العمود الفقري في الدولة. الفلاح المصري النهارده مهمش كتير. النهارده الفلاح المصري أما يطلع في الصبح كده يعني يروح مع غيبة الشمس. يعني أما يقول يا رب عاوز يرزق. بيزرع كتير ويتعب كتير ويعني ما فيش تسويق للزراعة، والزراعة بتاعته يعني صرفة مصاريف جامدة. يعني اللي عنده فدان ممكن يبيع منه 3 4 5 جاريط عشان يصرف، واللي كان عنده 20 فدان كل سنة ما يبيع نص فدان علشان عنده أنفارة ما تشتغل وما ينفق عليها وما يجيب سماد وما يجيب مبيدات، وكله ده مالوش لازمة في الآخر. كتير في حاجات كتيره ما لهاش لازمه. النهارده زرعين احنا بطاطس اهو، تزرع فدان البطاطس ب 3000 جنيه تجيبه من الثلاجه، تزرعه وتجيب له انفار وتجيب له سماد وتخلعه تبيعه ب 500 جنيه. طب انت لما تروح تجيب سندوتش بطاطس ده هي بعينها العمليه. طبعا. ان كان السندوتش ان كانت البطاطس الطن ب 10000 جنيه هو من سنتين لورا جمعوا كل البطاطس وحطوها واحتكروها من الفلاح، وفي الاخر لما السوق عطش طلعوها للفلاح خدوها منه ب 1000 طلعوها له ب 15000. طب هو يعني متى نظر للفلاح المصري اللي ما كلش ولا قعد في الصورات ولا قعد يوم وتعبان ل 24 ساعه ومالوش دعوه باي وش ولا اي مشاكل ولا اي شغب غير إيه لما ينحت في الحجر؟ اشتغل على نفسه. متى الراجل دي ارتاح؟ الراجل دي جاب الاخر. الراجل دي اما يزرع واما يستنظر 6 شهور عشان ياكل لقمه عيش، مفيش. صح. اما شوف اما يعني اما يصرف في 6 شهور عنده عيال ما تتعلم وعنده ناس ما تاكل وعنده ناس ما تشرب واما يدفع فاتوره ميه واما يدفع فاتوره كهرباء، طب هيجيب منها؟ صح. هيزرعك؟ لازم الحكومة توجد زراعة تعاقدية زي الرئيس ما عمل كتير. احنا مش شفنا البلد كانت عاملة ازاي؟ اهم حاجة الامن والامان. الحمد لله. النهاردة مصر اتسلحت بقت دولة قوة عظمى علشان الاسود اللي فاتحة عنيابة على مصر ما تقدرش دلوقتي. احنا عندنا كتير المؤامرات تحاكي. النهاردة احنا عندنا شعب هو كنز البلد. صح. الشعب المصري هو كنزها. سلح البلد تسليح عالي وتقنية عالية وطيارات ريفال ودفعات للصواريخ
مستار عبد الناصر والسادات هنتكلم يا عم عملنا كتير. احنا عاوزين دلوقتي النظره للفلاح المصري اللي هو مهمش من كبر الحكومه. تمام، انا بنرجع بالسؤال للحاج محمود، رئيس جمعيه الدفاع عن حقوق الفلاحين. يا حاج محمود طبعا ليك نظره في كل الاحداث اللي هي دايره دلوقتي، لان انتوا انا مستضيف اهلي اللي هم الناس اللي على الارض بتشتغل وبتشجى وبتتعب، واخر النار اللي بتطلع الثمر اللي احنا بناكلها. فانا انت شايف ارتفاع الاسعار، يعني اسعار الفراوله اسعار الفراوله والبطاطس منخفضه، سعر طبعا صعب على الفلاح مش لاقي يبيع زرعته. المنظومه دي ممكن تتقنن ازاي عشان نوصل بالفلاح ده لبر الامان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا كلماتي بمقوله سمعتها عن الملك عبد العزيز ال سعود رحمه الله عليه عندما قال: صلاح مصر من صلاح العرب، واذا لا قدر الله اصاب مصر العطب ماتت العرب. الله. مصر موقعها الجغرافي والتاريخي والحضاري يحتم علينا ان احنا كشعب نمد ايدينا للقياده السياسيه ونطرحوا الحلول، وبلاش نطرحوا المشاكل اليوم ليل بنهار ليل بنهار على الفاضي. اولا نتمنى تقنين زراعه البطاطس وتقنين استيراد التجاوي من الخارج. احنا لو احنا السنه اللي بنستورده فيها 80,000 طن بس، تمام، بيتراوح سعر البطاطس من 3 جنيه ل 4 جنيه و60 ساغ، بيدي عائد كويس للفلاح. تمام. السنه اللي بنجيبه فيها 194,000 طن مع المخزون اللي بينجلب تجاوي محلي، ها الفلاح بيسترخص ويروح يجيب ويزرع بيفوق احتياجات السوق المحلي وعقود التصدير. تمام. دور الاتحاد التعاوني غايب في الفترة الأخيرة، وإحنا كفلاحين مصر الستين مليون فلاح بنطالب الدولة ونطالب رئيس الجمهورية ونطالب مجلس النواب القادم إن شاء الله بتغيير قانون التعاونيات لضمان استقرار حال الفلاح والزراعة المصرية. ثانيا، مجلس النواب القاء الماضي بصراحة يعني خزل كل قطاع الزراعة في مصر. مش كان في دورات نقابية للفلاح؟ يعني كان في لجنة اللي هي لجنة الفلاحين والمزارعين، وعندنا برضو انا شايف في البرلمان ما فيش حد بجلابية، وعندنا الصور يا حد عيسى شو المنظر الزراعة البطاطس دي عاملة ازاي. طب النهارده بيرميها في ايه ده؟ يعني هو مش لاقي يبيعها، هو منتجه كويس هي عشان نفعت بس هي عشان نفعت يعني بس. لو ما نفعتش نقول ان الفلاح ده فاشل وعنده فساد؟ لا، ده الفلاح شغال وزرعه طالع وناضج بس عايز تسويق. تمام. ازاي يعني افضل انا الحاجه دي ازرع ومفيش تسويق؟ طب انا مش هزرع. صح. طب ما انا هروح ابيع ارضي ونعمل زي الناس لما تشتري توك وتشتري اهم. شايفين البطاطس خارب بيوت الناس. ان شاء الله بامر الله هيبقى في منظومه. يا حاج محمود انت رؤيتك ان هو مع مثلا انعقاد مجلس النواب ولجنه الزراعه، يعني لابد ان نحط كاهل او المعاناه بتاعت الفلاح دي لازم تتصب وتشرع لها قوانين وتشرع لها حياه كريمه تضمن للراجل ده حقه في سياسه تعاقديه وتسويقيه. رؤيتك ايه بقى في الفتره بتاعت ان شاء الله بامر الله البرلمان القادم؟ نتمنى يعني يبقى في ناس فلاحين، الناس الفلاحين اللي هم احنا، الناس الفلاحين اللي هي بتنزل الارض وتشتغل وتطالب بحقوق الفلاح ده. اولا عوده الدوره الزراعيه والزراعات التعاقديه من اساسيات نجاح اي دوله زراعيه في العالم. ثانيا اقرار قانون النقابه الموحده للفلاحين لكون الفلاح تحت مظله الدوله، تكون الدوله هي الراعيه الوحيده له. نقابه مش مهنيه، ولا النقابة مفتوحة وخلاص. تمام. ولا بس بتروح تتصور بعد اذنك، بس بتروح تتصور في النقابة. هو الناس عايزة تشوف صور. ما فهمتش كلامي يا حاج. هو هو بيتكلم في الدولة. انا بنتكلم باقرار قانون النقابة المهنية الموحدة للفلاحين. ما فيش مهنية. الحاج عيسى بنقول اقرار قانون النقابة الموحدة للفلاحين ليكون الفلاح تحت مظلة الدولة ولا تتركه الدولة للمستغلين. تمام. الأسمدة يستغلوه فيه، التجاوي بيستغلوه فيه، يجي عند التسويق المبيض ولا يجد من يحميه. عند تسويق المحصول الفلاح لا يجد من يحميه. لما يكون له كيان مهني خاضع للدولة المصرية هتدافع عنه وعن حقوق الفلاحين
وعن حقوق المستهلك ان هي ما تسيبش الفلاح يحط اسمده برضه مضره بصحه الانسان. كل دي منظومه حياه لشعب يريد ان يحيا، ولا بد ان الدوله المصريه ونحن نثق فيها وفي ولائها للمواطنين ونثق ثقه عمياء في القياده السياسيه انها عايزه الفلاح المصري يكون من اولويات الدوله، انه يكون على راس حسابات الدوله المصريه. تدخله في منظومه التامين الصحي، لان الفلاح دايما يعيش في بيئه مرضيه. ثانيا تضمن له التسويق، لان الزراعات بقت مدارس، ما بقتش زراعه، الزراعه تسويق قبل ان تكون زراعه ومحصول. دي دراسات بتدرس في جميع ارجاء العالم. دور وزاره الزراعه تمام. فيا حاج عيسى احنا دلوقتي ايدينا في ايدين الدوله، احنا بننتجه. الدوله عليها تنظم لنا تسويق او تعاقد، تنظم لنا قانون التعاقد الثلاثي تمام، وتكون الحكومه طرف فيه ضامن للطرفين، للشركه اصحاب المال وللفلاح المنتج. تمام. الله ينور يا عم عيسى. يعني انت استاذنا في الزراعه وغلى علينا الدوره الزراعيه. يعني هل بقى انا بناخد من كلام الحاج محمود ان انا لو الدوره الزراعيه اتطبقت ان كل محافظه تتخصص ويبقى في منظومه متكامله، هل دي تضمن تبقى كويسه ان هي تضمن لنا ان احنا المنتج بتاعنا يتباع بشكل كويس؟ هو والله كله ده في يد الرئيس، كله ده في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في مسؤولين كتيرة شغالة، وفي مسؤولين كتيرة مش شغالة، في مسؤولين متوصل للرئيس المعلومة صح، وفي مسؤولين مش متوصل المعلومة صح. النهاردة الفلاح هو عصب البلد طبعا. مفيش فلاح مفيش زراعة. الفلاح هو المنتج الرئيسي في الدولة للألبان وللزراعة وللحوم. صح. احنا النهارده لولا الفلاح هتجيب يعني لحوم كميات ومحدش ياكل اللحوم بتاع بره. كلام مظبوط. هتجيب اسماك. الاعلاف غالي على الفلاح. النهارده الفلاح ما يهاتي، يعني هو نايم عنده كابوس ومش عارف يفوق منه، كابوس كبير. يا ترى النهارده هزرعها؟ طب انا عليا فلوسها في البنك الائتمان، طب انا عاوز اسدد اللي عليا ده، طب انا عاوز انفع. النهارده في ناس كتيره فلاحين راحت جابت ثلاجات وحركتها وجابت اكترونيات وبعتها والبنوك اما تطالبها، وهو فلاح. طب عاوز يعيش عيشه كريمه، عاوز زي ما المستشار والضابط والطيار والرئيس والغفير وكل المجتمع المصري لتامين صحي. الفلاح ملوش تامين صحي. الكل لما يقبض، الوزير اما يقبض والرئيس اما يقبض والغفير اما يقبض والضابط اما يقبض والفلاح اما يتقبض عليه. ان شاء الله يا حاج عيسى لازم يبقى له في منظومه متكامله، لازم يكون الفلاح منظومه متكامله يعني حاجه في البلد طبعًا. انا شايف الفلاح مش حاجه، لا لازم ان احنا مهمش دايماً تماما. احنا بنطالب يا حاج عيسى من ضمن مطالبنا وطموحاتنا ان احنا ان شاء الله بامر الله باذنه صوتنا واصل ومسموع وهنشتغل ان احنا نعمل نسن شويه قوانين ونعرضها بشكل كويس ان احنا الفلاح المصري او الطبقة بتاعتنا الكادحة اللي هي تعبانة ديت لابد ان احنا نبص بصة لها وان احنا نقدم لها حاجة كويسة. طبعا ما فيهاش كلام. طيب يعني يا حاج محمود احنا النهاردة الثقافة يعني عندنا حاجات، ليه ما يكونش عندنا صندوق لحل الازمات؟ يعني ايه يا عم عيسى؟ انا واخد بالي صندوق زي الرئيس ما عمل صندوق لحفر قناة السويس ايا كان ب 64 مليار جنيه يعمل صندوق يعني دعم للفلاح المصري. كلام محترم. اما يشتري يعني السولر غالي عليه، السمات غالي عليه، المبيد غالي عليه، يكون في حاجه في الدوله برضو. ده كلام مظبوط، بس انا بنتكلم على الجزئيه اللي هي بتاعت ايه؟ يبقى عندي صندوق لحل الازمات للفلاح. يعني ايه؟ زرعه بلا مؤاخذه بهيمه عندنا ايا كان الحياه اللي هو يا راجل ده انت تروح تجني بقى مواشي تمام، حتى لو الماشيه عيت اللي ما ياكل منها لبن ولا ياكل منها سمن ولا لما يتجوط في بيته. صح. مفيش دكتور بيطري. الوحده البيطريه مفيهاش دكاتره، مفيهاش حقنه، مفيش مصل يعني للحمى الكل عيل لحد دلوقتي. مفيش. اللي عنده تلات اربع بايم وماتوا اتنين قام يعمل موته في بيته. شايف انت ايه يا حاج محمود في الصندوق ده؟ هو القصه يا احمد بيه مش زي ما حضراتكم متخيلين. صندوق دعم للفلاح ده طبعا من ربع المستحيلات، ده حمل كبير على الدوله تمام.
يحصل ازاي؟ ممكن يحصل ايه؟ طب نسمع لاخر إيه؟ المعلومه احنا دلوقتي عندنا حوالي 10 مليون و 200,000 فدان. نسمع الحقيقه هنا. ما احنا هنسمع، احنا هنا جايين نوضح الحقيقه دي، مش عبء على الدوله. طب نسمع الدوله قادره تعمل مليار السنه دي. تمام، بس نسمع للاخر وجهه نظرك يا حاج محمود. احنا عندنا 10 مليون و 200,000 فدان الفلاحين والشركات بتزرعها. تمام؟ تمام. صحيح ان الدوله فضلت المستثمر المصدر عن الفلاح ودعمته بكميات هائله من الاموال، تمام، وتركت الفلاح عرضه لاستغلال المصدرين لحصيلات الفلاحين والمحتكرين. لو سمحت يا حد عيسى عشان اكمل الفكره. والمحتكرين المحتكرين عايزين نكملوا الفكره. يا حاج محمود، المحتكر النهارده هو اللي يمتلك الفلوس وهو اللي ماسرك في البلد وهو اللي عامل في نفس الفساد متراكم. ماهيش خناقه، عايزين نوصل الفكره. الفساد اكل مصر. مش خناقه، عايزين نوصل الفساد اكل مصر في جميع انحاء الجمهوريه. بس في نفس الاتجاه اللي حضرتك بتحكي فيه الحاج محمود بيحكي فيه. كمل يا حاج محمود. دلوقتي احنا عندنا حاجة اسمها الاتحاد العام التعاوني. تمام. هو المنوط والممثل الشرعي للفلاح. تمام. تمام؟ لنا أسهم عنده تعدت الخمسة مليار جنيه مصري. تمام. لا تسأل الدولة في إن هي تعمل له صندوق وأنت لك عند الاتحاد التعاوني من 5 ل 6 مليار جنيه حقك كفلاح. هنرجع لحضرتك يا حاج محمود، ومعانا مداخلة من أهلنا، من مداخلنا الاول عايز نقدم يعني التحيه لاهلي واهل بلدي المحترمين، اهل كومشريك، بلد في محافظه البحيره تبع مركز كوم حماده، بلد محترمه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يرفع عننا كلنا الوباء ويرفع عننا الامراض ويبعد عننا هذه الجائحه الخطيره. طبعا نموذج مشرف ومناشد كل البلاد في مسانده مع الحكومه ومع الدوله للتصدي للجائحه ديت، ان هم ربنا يكرمهم قدروا في يومين بفضل ربنا بشباب ورجال محترمين واهل القريه اهل الخير اشتغلوا وعملوا يعني جمعوا في يومين حوالي 125,000 جنيه وجابوا اكسجين واشتغلوا وابتدوا ان هم ينزلوا للناس المصابه وان هم يتصدوا للوباء ده. فانا معايا الحاج ابراهيم العمده. يا حاج ابراهيم مساء الخير يا احمد بيه. مساء الخير عليكم جميعا. الله يخليك. مساء الخير على برنامج الناس الطيبة. الله يخليك. وكل سنة وحضراتكم طيبين. انت بالصحة. طيب. وفي البداية عاوز نقول ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع الوباء والبلاء عن مصرنا الحبيبة يا رب، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب. هو زي حضرتك ما قلت كده وعرفت الناس السادة المشاهدين الافاضل. تمام. ان احنا قرية كوم شريك بتتبع لمركز كوم حمادة بتتبع لمحافظة البحيرة. قرية ريفية. هي الفكرة حضرتك جات لنا تقريبا من يومين بسبب ان احنا كنا متواجدين في جنازة في حالة كورونا، فبدأت الناس تشعر بالخطر. تمام. فجمعنا اهل القرية كلنا على الخير وربنا قدرنا في نفس اليوم جمعنا مبلغ مالي كبير فضل ربنا. بتوفيق من فضل ربنا ومن كل اهالي القرية المقتدرين واللي عرف، وبدأنا نعمل العمليات الوقائية. يعني بدأنا نرش القرية ونطهرها. تمام. عدة مرات بتركيز بمواد مطهرة كويسة. تمام. بدأنا نشوف ايه اللي ناقصنا عشان لو تعرضنا كأهل قرية لأي حد من أهل القرية نقص أكسجين. بدأنا نشتري اسطوانات أكسجين، بدأنا نشتري كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات. بدأنا نشوف ان في نقص في أجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم. كويس. دي برضو وفرنا منها. تمام. كل ده بفضل الله. يعني بدأنا نعمل من البلد فريق طبي متكامل متدرب من أبناء القرية موجودة للـ 24 ساعة. تمام. بدأنا نوفر حضرتك جرعات علاجية. كويس. حسب البروتوكول بتاع الطبيب المعالج للمصاب أو في حالات الاشتباه لا قدر الله. بدأنا حضرتك نعمل فريق من خيرة شباب القرية لتوصيل أي مستلزمات طبية وخلافه لأهالينا من أهل القرية اللي هم بيمروا بالظروف ديت. يعني الحمد لله رب العالمين، هو توفيق من ربنا. ألف سلامة. وإحنا بدأنا نعمل لجنة حضرتك بتحس الناس على الوعي والتباعد، لأن ده المهم في الموضوع، لأن احنا مؤمنين كلنا
ان دايما بتكون الوقايه خير من العلاج. كلام محترم، تمام. طبعا اهلي واهلكم شريك، انا بنتمنى لهم ان شاء الله السلامه وكل بلادنا. بس انا ليا سؤال يا حاج ابراهيم معايا. اتفضل يا فندم، اتفضل. يعني احنا طبعا شكر لهم ومجهود مبذول كبير، احنا نتمنى ان كل كره مصر تحذو نفس الحذو ده، واحنا عايزين ننقل برضو الفكره لكل البلاد اللي حوالينا، واحنا معاكم فيها للتصدي للجائحه دي، فنحاول برضو ننقل الفكره ديت ضروري، ولا ايه رايك؟ نبدا بالبلاد بتاعتنا كلها. والله يا احمد ده هو حضرتك لازم يكون في وعي، لان الظروف دي ظروف طارئه، يعني الجائحه بتاعت الكورونا دي جائحه طارئه على بلادنا. بس هو اللي نقدر نطمنك بيه ان شاء الله تعالى ان ربنا حافظنا وحافظ مصرنا الحبيبه، وربنا يحفظ جيشنا الابيض، لان الظروف دي ظروف صعبه جدا، ودايما الشعب المصري كله بكل ربوعه معدنه اصيل، فبيظهر وقت الشدائد طبعا، لان احنا شعب جيش حكومه كلنا شخص واحد طبعا. فلازم الفكره تبدا من نابع الناس ومن داخلها، لان النهارده دي حاجه طارئه على وزاره الصحه وعلى الحكومه، وبتعمل اقصى جهودها باقصى الامكانيات المتاحه ليها. ربنا يا رب يسترها من يا كل رب. قريه ومن كل شخص من داخله. ربنا يرفع عنا البلاء والوباء، وبنعزي يعني كل الاسر واهلنا في كل المحافظات، وعندنا في اللي توفاهم الله، وربنا يشفي مرضانا ان شاء الله. وازمه وهتعدي، دايما كل الازمات ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينجينا منها بفضله وكرمه وجوده ان شاء الله. فان شاء الله كده نطلع فاصل ونرجع مع ضيفي الكريمي العزاز علي الحاج عيسى الفلاح والحاج محمود الفت. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم تاني ومعايا نخبة الفلاحين الشجالين. فاحنا هنرجع لك يا حاج محمود، رؤيتك بقى باشا الاتحاد التعاوني وزارة الزراعة القائم بالدور، وازاي نقوم بالدور اكتر واكتر بحيث ان احنا ننهض بالفلاح. كنا بنقوله ان الدولة دعمت المصدرين تمام بحوالي 4 مليار دولار تمام، ونست ان الفلاح ان هو المنتج. بس احنا مش واخدين بالنا من حاجه، الاتحاد التعاوني اللي بيمثل الفلاح بيملك اصول ب 111 مليار جنيه مصري، ومعاه في خزنته 5 مليار جنيه يا حاج عيسى معموله لازمات الفلاحين، مش تمام. معموله للمؤتمرات اللي بيعملوها. ايوه احنا نتمنى من الدولة عدل. ايوه اوكي انت تمام تمام، انا كده مبسوط منك. تمام ماشي، اتفضل. افتح بس انت، افتح عاد شوف الجماعه دول لما يخربوا في الدنيا والفلوس. اتفضل يا عبد محمود، انت كده تمام. نتمنى من الدولة تغيير قانون التعاونيات الذي اصبح رئيس الاتحاد التعاوني كالملك لا يتغير الا اذا توفاه الله. ليس للدولة عليهم دور رقابي نهائيا، ولا تفتيش مالي ولا اداري. تمام. الاتحاد التعاوني الممثل الشرعي للفلاح المصري الذي لا تعترف الدولة الا به، يعني لا نقابات ولا اي حاجة. ان النقابات فشلت، لان النقابات فشلت ليه؟ كل من ركبوا النقابات وكانوا على رأسها لم يتآتى لهم الفرصة للتعبير عن حقوق الفلاحين، لأنه ما كانش ممثل شرعي، ما انفتحلوش المجال صح. ما إنه أيا كان بقى، كان حلو فاسد سليم مرحلة وتخطناها والدولة اتصدت ليه، ولغت النقابات بقانون 230 لسنة 2017، ورضخنا واحترمنا قوانين الدولة. تمام. إحنا طالبين من الدولة حاجة واحدة، إقرار تاني قانون النقابة المهنية الموحدة للفلاحين. تمام. ثانيا، أخذ من أموال الاتحاد التعاوني المكدسة بالبنوك التي تستخدم في المؤتمرات وفسح الساحل الشمالي، ها؟ والمكافآت اللي في الاجتماعات. تسلم. وفلوس فظيعة يعني. جرشوا الحديد. صح. صح، المفروض يبقى وعايزين يجرشونا احنا كمان. لا مفيش حد. تمام. فالفلاح هو صاحب الاسهم اللي مترجمه لفلوس في بنوك مصر اللي بيملكها الاتحاد التعاوني. فاحنا ما نجيش نقول للدوله ادعميني وهي مديانه اصول ب 111 مليار جنيه بيحطوا لنا فيها الكماوي بتاعنا وموظفين بتخدمني وي وي وي، وده كله احنا عايزين يبقى فكرنا عالي وعارفين مين
احنا لينا حاجه عند مين؟ يبقى لابد يبقى في دور يا حاج محمود. احنا لينا مش حاجه عند الدوله، تمام. الدوله مديانا حقها حقني وزياده عن حقني، ومديانا اصول بكذا ولنا فلوس بكذا، بس عايزين الدوله تبقى رقيب وتخش معانا في رقابة. فين دوركم من ازمه البطاطس؟ فين دوركم من ازمه الفراوله اللي بدات ب 300 جنيه الكرتونه الدبل وصلت النهارده 30 جنيه؟ شفت السعر. الفلاح عانى من ارتفاع مدخلات الانتاج، زرع الفراوله عشان يصدرها يدخل دخل. انا هرجعك في السؤال، ثانيه واحده بس نكمل بس الفكره دي. ماشي. يدخل عمله صعبه للبلد، تمام. ها مصر كانت مصر كانت متصدر زمان ب 2 مليار دولار بره، وفي دول متصدر ب 12 مليار. بس بس نكمل الفكره بس. الفراوله دي بتدر عمله صعبه للدوله. اللي بيزرع ويشقى ويتعب الفلاح في 24 ساعه تنزل سعر الكرتونه الدوبل من 300 ل 70 جنيه، والسوق العربي من 180 ل 30 جنيه. ايه اسبابها في 24 ساعه؟ اسبابها اولا 10,000 شركه بتصدر مفتوحه على البحر، تمام تمام. كان زمان الدوله المصريه متحكمه في المنظومه دي. في المنظومه دي هي كانت المفاوض الوحيد لتصدير الحاصلات الزراعيه المصريه، تمام تمام. ما كانش فيه ايادي خفيه تلعب بين الدوله والفلاح، تمام. فلذلك نرجو من الدوله قانون التعاقد الثلاثي، محاسبه الاتحاد العام التعاوني، والرقابه عليه وصحصحوه. انت فين؟ انت فين من ازمات الفلاح؟ والمبيت اللي ما يجيب الفلاح خسر فشل كله. كيلو بطاطس زرعه السنه دي 2 جنيه وبريزي. الحقنه، عارف الحقنه؟ مدوها للبطاطس، خلي البطاطس كبيره. ونرجع البطيخ، تفتح البطيخ ما تلاقيش فيها بطيخ من جوه. هنرجع لحضرتك. مين اللي ما يدخل؟ مين المسؤول؟ يا عم عيسى الفيديوهات يعني انت عامل الحاج عيسى بقى نطلع في حته ثانيه. الحاج عيسى الفيديوهات اللي انت عاملها عامله شغل كويس خالص مع الناس الفلاحين على قد. الفكره بسيطه وحلوه والله. احنا بنعمل فيديوهات على السوشيال ميديا للفلاح وللمواطن. طب هل الفلاحين كلهم بيسمعوا السوشيال ميديا يعني حاليا؟ مش كل الفلاح. الشباب كلها ما تسمع، تمام. كل الشباب الواعي ما يسمع. الناس والشعب الاغلبيه مكبوت عنده كبت. طب ازاي يطلع الكبت؟ احنا النهارده في مصر هنا الفن هابط. انا عندي بيسالوني يا عم عيسى يعني الفكره دي انت بداتها ازاي؟ يعني مع الشباب الفن هنا في مصر هابط. يعني بص، ما تلاقيش فنان يطلع يعمل حاجه زي الاول. يعني تمثيل يقدم حاجه جميله، لان التوك توك واليوتيوب والفيسبوك بقى عليه تراكم كبير. الناس عايزه تطلع الكبت. اما نعمل احنا فيديوهات علشان المكبوت حتى يحس شويه ان احنا ان هو يعني بص روحه مش طالع قوي، عاوز يضحك شويه، يسمع حاجه. يعني مره ما اقول انا الحرفوش معايا، والله العظيم ما حد هيجيب لي جلطه غيرك انت. بصيت لقيت الممثلين خدت الصوت، تمام. واما تطلعوا على التوك توك. اما اقول انا تاني، ها مره كنت في الغيط وتعبان وما اشرب كوبايه شاي وحيطة على السرير، اقول لها عمينا وتكسعنا، طلعت ترند. طب ما هو صح، احنا عمينا وتكسعنا بتعبر عن الحاله والشعور. احنا شايفين ان احنا يعني بص في حاله من التعب والشقة، بس عايزين نطلع الكبت اللي عندنا شويه. نعمل مثلا فيديو الناس يعني تطلع من عندها الكبت، تضحك شويه، تشوف يعني صعب يقول لك تشوف الراجل ده بيعمل ايه. احنا عايزين الناس تكون مبسوطه وعايشه تمام التمام، زي ما عايشه في امن وامان تكون مبسوطه من جوه، ترسم البهجه والبسمه على وش الاخرين. يا رب دايما، يا رب ان شاء الله. انا عايزين يعني ننهض كلنا، مش واحد يتعب والتاني نايم والتالت مش عارف راح فين حتى، ودي مش لما يشتغل ودي كذا. يعني انت في الصبح لما تشوف الرئيس لابس قط وراكب البسكليتة الرئيس راكب البسكليتة، اما عشان انت تقوم بدري تعمل زيه عشان ما تنامش للظهر، عشان تعمل حاجة يعني تكون عندك يعني يعني راجل عندك
اما تقوم بدري تقضي مصلحتك وتقضي وقتك بدري وتروح هنا وتيجي هنا، الناس ان من عملت حاجه ممكن الناس تشغلها لك على السوشيال ميديا ويركبوها لك على فيديوهات وشوف ده ما يعملها وده ما يعمل. طب لا نشوف كمان عندنا طبعا على التواصل الاجتماعي كتير على برنامج التوك توك، انا ما اناشد الحكومه على برنامج التوك توك انها تشوف الناس اللي ما تشتم وتطلع على الفاز بذيئه، احنا مش عايزين الناس دي تقضيها عشان ولادنا وبيوتنا، في حريم وفي بنات وفي شباب وفي ناس محترم، اما الشاهد ما ينفعش يسمع الالفاظ البذيئه دي. احنا بنطالب الحكومه وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصنفات عامه انها تشوف الناس اللي ما تعمل فيديوهات غير شرعيه وفيديوهات بذيئه وتقضيها، ما ينفعش. طبعا يا عم عيسى انت دايما بتنور كل مكان والله مش مجامله، الله يحفظك، وانت راجل بتعبر عن صوتك الله يبارك فيك على قد ما بتقدر. يا حاج محمود طبعا الدوره الانعقاديه ان شاء الله المجلس النواب اكتملت، وانا شايف ان اغلبيه المرشحين اللي هم على في مقاعد البرلمان فلاحين ان شاء الله ومن محافظات مختلفه، وربنا يوفقهم ويتكلموا من صالحنا وحاسين تحت رتبه البرلمان المصري وحاسين بامال تقريبا يعني. يا رب يا رب يعني الناس اللي وثقت في الناس في الناس النواب دي خلاص ده لابد ان هو يشوف عندنا مشاكل في كل مرشح يشوف اهل دايرته، عندنا مشاكل في المبيدات وفي الاسمده وفي كل ده. انت رؤيتك ايه يا حاج محمود في لجنه الزراعه القادمه ان احنا ممكن نقدم لهم ازاي كفلاحين والناس رموز الفلاحين ان احنا نقدم مقترحات وان احنا ازاي نصحها ونعرضها، ودور وزاره الزراعه اكتر فين؟ مجلس النواب احنا مش هنحكمه عليه من دلوقتي، هنسيبوه سنه كمان وبعدين نبداه نقيموه. تمام. معظم النواب الحاليين تمام طالعين من بيت فلاح. تمام. واحنا متوسمين فيهم الخير. والمجلس بيمثل 13 حزب مش حزب او اثنين. وفي تنوع. في تنوع في الفكر داخل مجلس النواب. ونتمنى من الله اختيار اعضاء لجنه الزراعه والري يكون على مستوى المسؤوليه والتخصص، وانهم يعملوا جلسات استماع لل 28 محافظه لكي يطلعوا على مشاكل الفلاحين وياخدوا منهم الحلول. الفلاح انصح من زرعه ما طلعت، يعني الفلاح ناصح انصح من اي حد. عنده فكر، عنده المشكله، عنده تصورات للحلول. تمام. طيب انا نقف معايا يعني حبيبنا ويعني من القامات الكبيره اللي انا على المستوى الشخصي بنعشكها، راجل فلاح مصري اصيل محترم بيفني كل وقته وتعبه لخدمه الفلاح ومناقشه قضاياه وما بيتاخرش. يا اهلا يا عم الحاج محمد برغش. الو. ايوه يا عم الحاج، فلاحنا الفصيح واستاذنا، ازاي حالك؟ ربنا يبارك في حضرتك. الو الو. ايوه الو. ايوه ده اكيد في رقم غلط. طب احنا الخط هو الحاج محمد بركه. يا عم الحاج استاذ احمد العباسي. اهلا. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. ازيك يا كابتن نايف؟ الله يبارك في سعادتك. عامل ايه؟ الله يخليك ويبارك في سعادتك. لا مين معايا يا استاذ محمد؟ طيب احاول الاتصال تاني كده يعني ان شاء الله نوصل للحاج محمد برغش كان معانا على التليفون. نرجع لحضرتك يا حاج محمود. يعني مجلس النواب نتمنى اختيار الكوادر اللي في لجنة الزراعة والري، لان قطاع الزراعة قطاع هام في مصر لدرجة ان احنا ممكن نحججه منه الاكتفاء الذاتي لو قادتنا لجنة الزراعة الى الطريق السليم. تمام. فلا بد ان يكون جلسات استماع 28 محافظة بدون استثناء. تمام. اختيار عشوائي من المحافظ، من رئيس المدينه، من رئيس القريه، للناس اللي مهتمه بشؤون الزراعه في مصر. تمام. احنا بقى في رجاء من
ال 608 عضو في مجلس النواب، وهو اقرار قانون النقابه الموحده للفلاحين، وسنظل نطالب به الى ان يتوفانا الله. تمام. يعني عم عيسى، قلنا الدورة الزراعية، وأنا في سؤال ملح عليا، لأن الشعب المصري كله بياكل من خيرات بلدنا وزراعتنا اللي احنا بنزرعها. الفلاح المصري أكبر واحد عم بيقدم وسائل الغذاء في العالم. تمام. الأسمدة يا عم عيسى والمودات، يعني دي قضية كبيرة. هل الأسمدة والمبيدات كلها صالحة للاستخدام؟ لا مش صالحة. أنا كنت أعرف محلات شباب ما يجيبوا أدوية غير صالحة، يقول لك ده يرش الزراعة، ممكن ترش الزراعة تنشف، ممكن ترش الزراعة تجف، لأن حاجة غير صالحة. مين المسؤول عن المبيد اللي داخل البلد الفاسد؟ مين المسؤول؟ أنا؟ أنت؟ عبد محمود؟ مين المسؤول؟ كتير. في طبعا تجاوي مسوسة، في طبعا تجاوي لا تصلح للزراعة، في حاجات كتيرة جاوي. الفلاح راح في 60 داهية، انا قعدت اتكلم على الفلاح لحد السنة الجاية مش هخلص، عشان هو المعدوم في البلد. كل الناس مرتاحة، اما تقبض فخر الشهر وهو ما يتقبض عليه. تمام. اما يتقبض عليه الفلاح تعبان، مفيش. في فلاحين في الصبح ما تصبح تستلف 8 شكارة السماد. أنا مشاهد ده، أنا مشاهد ده على طول. عندنا في محافظة البحيري استحدثوا منظومة في مديرية الزراعة تفادياً لكلام الحاج عيسى واللي بيشتكي منه. التجاوي دلوقتي بقت متوفرة منتقاة، وبنستلموا الأسمدة والمبيدات من الجمعية الزراعية دلوقتي. وده استحداث على مستوى الجمهورية. طيب الكارت الذكي، طب هنرجع لك برضه في السؤال ده يا عم عيسى، مهم خالص. بس هل الكارت الذكي اللي اتعمل يا حاج محمود، الكارت الذكي للفلاح ده هيحجج له؟ يعني هيضمن في حاجه يا حاج احمد، في حاجه انا بس نخلص السؤال. الفلاح اللي ما يستاجر ارض وعنده ارض، الراجل اللي عنده ارض وعنده كميه من الاراضي، قام يدي للحاج محمود فدانين والحاج احمد فدانين والحاج عيسى فدانين يزرعهم، بيعمل ايه هو بقى؟ اما يروح يسحب السماد من السوق السوداء ويبيعه، يبيع الجمعيه الزراعيه ويبيعه في السوق السوداء. لا 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 عم يحصل. قانون عمل ايه يا حاج عيسى؟ بس ما هو مستاجر يا حاج عيسى، ما هو انت مستاجر عنده. ما هو الكارت الذكي يا حاج، طلع منشور ان الاسمده للزراعه وليست لصاحب الارض. ايوه تمام. بص في منشور جديد. طب انت مش شايف كده؟ جواب دوري. انا شايف مش شايف. بس يا حاج عيسى عشان الناس تعرف حجها، هي مش كده. اي فلاح مأجر من محمود، من عيسى، من الاستاذ احمد، من فلان، من الناس، الاسمده تصرف للزراعه وليست لصاحب، وليست لملك الارض. يضمنوها. هيقول له مالكش اسمها. هيضمنها ازاي؟ انا دلوقتي انا رايح ناجر منك فدانيه. خدت فدانيه يا عم اسمعني. يا حاج اسمعني. انت دلوقتي انا رايح ناجر منك فدانيه. مش في ما بيني وبينك عقد ايجار؟ لا. ليه؟ صل على النبي. مش بتسالني؟ انا بقول لك لا. انت لما تروح تاخد فدانين من واحد، اما تدفع ثمنهم او تدفع شيء ويتبقى شيء، تمام، ما ينكتب في العقد. يعني وتاخد العقد وتودي للجمعيه الزراعيه. هو مش من تاني بلد يا حاج محمود. لا ما فيش حاجه من تاني بلد. ما انتوا ما تغلطوش الغلطه وتشيلوها الغلطه. طيب. اللي مأجر ده من نفس البلد اللي هو قاعد فيها. كويس. صاحب الارض. كويس. والله انت هتلعب وتقول له هات سماد وتتلاعب، هروح واخد الارض منك اديها لواحد تاني زي اللي شغال في شركه. ان ما كنتش انت بقى تقف جنبه وتطبطب عليه وكل شويه. سؤال يا عم عيسى، ليه انت عبد من الشركه؟ ليه انت عبد عنده؟ لا سؤال، هي دي اللي ماشي. لا ما فيش حاجه اسمها مش ماشي. هو اللي ماشي من البلد. مش ماشي كده. اللي شغال عند واحد المجاز يطبطب عليه. لا 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 وينفض له الزلابيه. والذكي يا باشا والذكي يا حاج عيسى. سؤال هيمشيه يا حاج عيسى. طب الكارت، اسمعني، الكارت الذكي يا حاج عيسى يعني ايه؟ خلينا واحده واحده نسمع الراي والراي الاخر. الكارت الذكي، الكارت، هل انت راجل فلاح والحاج محمود، بس انت هتجاوبني على حده والحاج محمود يجاوب على حده. تمام. الكارت الذكي ده هيضمن منظومه كويسه للفلاح؟ الكارت الذكي هيضمن منظومه بحيث انه يجيب التجاوي من الجمعيه الزراعيه، السماد من الجمعيه الزراعيه. تمام. الاعلاف من الجمعيه الزراعيه، المبيدات من الجمعيه الزراعيه. تمام. تعالى بقى اروح حاطط
رقابة في الجمعية الزراعية علشان بعد الحاجات دي اما تتاخد اما تخش حاجات تاني من بره وتتعاطى للفلاح حاجات غير صالحة. انت مش هتقف غفير على الجمعية الزراعية. لا طبعا الصدور انت مش تشتغل غفير على الجمعية الزراعية. حاج عيسى دور الجمعية الزراعية كتير الا من رحم ربي. لا 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 بس ثواني. في فساد كتير الا من رحم ربي. لو راح يا حاج عيسى لو راح ثواني دور الجمعية الزراعية لو اشتغل زي ما هو هيضمن لنا المنظومة كويس. بس يبقى انا عارف ان انا المنتج بناخده منين؟ ما بناخدوش من بره. يا حاج محمود بين التمني خد انا يعني ايه بين التمني امنيتنا ايه؟ عايزك تعديها لي في واحد بس هنوضح حاجه بس الحاج ما انا معايا خمس دقايق لا خليه هنوضح حاجه خليه اتفضل قلنا الوزير اصدر كتاب دوري مع ان اكتر واحد بهاجم الوزير تمام بان الاستماد للزراعات وليس لملك الارض تمام معنا ثلاث دقايق تمام فيا حاج عيسى انت دلوقتي الجمعيه الزراعيه انت اللي بتنتخب اعضائها انت اعضاء مين؟ اعضاء مين؟ انا بقول لك يا حاج محمود ما تجيبش سيره الاعضاء في الجمعيه الزراعيه ده عايزين ياكلوا دراعيات على الطلاق اللي في الجمعيه الزراعيه عايز ياكلوا دراعيات وانا وزير الزراعه عم عايز ايه؟ ده الناس فاتحه عينك يا كهف هتدخل الحديث اخر كلمه صلح هنرجع لك اخر كلمه اخر كلمه مصر دوله زراعيه محمد علي لما شارك الفلاح بيقول الحاج فينا حته تحت الارض محمد علي لما شارك الفلاح خلى مصر في اولى مصاف الدول انتاجا في الزراعه محمد علي تمام محمد علي باش تمام شارك الفلاح يعني اللي احنا بنقوله عليه ايه سياسه التحويض والدوره الزراعيه والتعاقد الثلاثي مين اللي عطى الارض لاصلاح الزراعي للفلاحين الرئيس جمال عبد الناصر عليه رحمه الله مين اللي وقف بالدور ده؟ طلعنا من الموضوع ليه؟ هو بيتكلم في حته ثانيه محمد علي انت بترجعنا ما بتجيب اساس الارض الدوله احنا النهارده 100 مليون وخمسه هنطلب كنا 20 مليون ساعه محمد علي طبعا يعني احنا اماني وطموحات الفلاحين واهلنا الناس الطيبين باستحاله هتنتهي احنا عايزين باجي معانا وقت يا استاذ محمد انا عايز رسائل يا عم عيسى كلمه اخيره كده كلمه اخيره لناسنا ومشاهدينا اهلك في البلد واهلنا وكل المحافظات والفلاح المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي اللي الفلاح المصري انتخبه مرتين ومستعد ينتخبه على طول علشان حط في حنك الاسوده من الخارج اللي عايزه تعضنا وتعض العرب وقف عند حدها عايزين نوجه له الرساله للرئيس يا ريس خلي بالك من الفلاح المصري ان شاء الله يسمعنا رساله الى قنوات الارهاب العملاء الخونه من فلاح مصر لا تتحدثوا باسمنا انتم لستم منا كي تتحدثوا باسمائنا صح نحن مع الدوله المصريه وخلف القيادة السياسية وخلف الجيش المصري والشرطة المصرية سنجاهد وسنحارب الإرهاب في طريقنا إلى إن شاء الله إلى النهوض بالدولة المصرية وخلف القيادة السياسية وأقول يا مصر أجبال العرين ترعرعت ومشت إليك من القيود أسود يا فتية النيل الحبيب خذوا المدى واستأنفوا زمن الجهاد مديدا وجه الكنانة ليس يغضب ربكم أن تجعلوه بينكم معبودا إن الذي قسم البلاد حباكم بلدا كأوطار النجوم المدينة أعزائي المشاهدين بعد هذه الكلمات أنا مستمتع بحضرة الفلاحين والمناقشة دي هي اللي بتوصلنا طبعا لبر الأمان وبتوصلنا طموحاتنا وحلول يعني احنا بنتناقش بحلول وبآراء مختلفة ان هي توصل بينا لحاجة كويسة إن شاء بأمر الله وحننزل كل محافظاتنا زي ما اتفقنا وابتدينا ان احنا ان شاء الله بأمر الله ننزل بجنا في كل المحافظات بتكلمنا وصوتنا يوصل للمسؤولين وصوتنا ان شاء الله واصل بناسنا الطيبين واهلنا الفلاحين العظماء في كل مكان وجميع طوائف في المجتمع المصري واخيرا بعد الكلمات الجميلة للقيادات وللدولة واهلنا هم دول هيحسوا بينا واحنا ببعض فنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا على طول وتصبحوا على خير وان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه ومع بعض وببعض ان شاء الله كل جمعه الساعه 7 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.